بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في المحاضرة الثالثة من الثقافة الإسلامية، مصادر النظام السياسي الإسلامي. المصدر الأول القرآن الكريم وكتب التفسير. المصدر الأساسي للنظام السياسي في الإسلام هو كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. المصدر الثاني كتب الحديث والسيرة النبوية. السنة النبوية هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية ونظامها السياسي، فالنصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته هي أصل من أصول النظام السياسي في الإسلام. نأخذ الآن خصائص النظام السياسي في الإسلام. الخاصية الأولى هي الربانية. الربانية أولى خصائص النظام السياسي في الإسلام، وتتمثل الربانية في النظام في ربانية المصدر وربانية الوجهة. ربانية المصدر أن هذه الخصائص مصدرها الوحي من الكتاب والسنة، والدليل قوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولهذه الميزة ثمار عديدة منها. الثمرة الأولى هي العصمة من التناقض في الأحكام وفي النظام والتطبيق. الميزة الثانية البراءة من التحيز والميل لمصلحة طائفة من البشر أو لون أو عرق أو بلد دون آخر. الثمرة الثالثة الاحترام وسهولة الانقياد. الثمرة الرابعة التحرر من عبودية الإنسان. ربانية الوجهة، ومعنى ذلك أن يبتغي الإنسان بعمله رضا الله سبحانه وتعالى، وتكون أعماله كلها لله سبحانه وتعالى، كما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يعلن الإنسان المؤمن توجيهه لله سبحانه وتعالى في جميع أموره، ومن جملتها منهجه السياسي الذي يسير عليه. الخاصية الثانية الشمول، فالنظام السياسي الإسلامي شامل، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الخاصية الثالثة العالمية، النظام السياسي الإسلامي له صفة العالمية لأنه منزل لجميع الناس على حد سواء، وصالح لهم جميعا بحسب طبيعتهم الإنسانية، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الخاصية الرابعة الوسطية، جاء الإسلام وسطا في عقيدته، وسطا في شريعته بين الغلو والتقصير، وكذلك وسطا في أنظمته، ومن جملتها النظام السياسي الإسلامي. ولقد وصف الله هذه الأمة بالوسطية كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الخاصية الخامسة الواقعية، يتصف النظام السياسي الإسلامي بالواقعية لأنه ممكن التحقيق في الحياة الإنسانية، ولأنه ليس بعيدا عن الحقائق وأمور الحياة. يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاء هذا الدين مطابقا للواقع وموافقا للفطرة الإنسانية، ويعني ذلك في المجال السياسي ثلاثة أمور. الأمر الأول الإتيان بالأنظمة والتشريعات السياسية الممكنة في تطبيق الواقع. الأمر الثاني النظر إلى الحاكم على أنه بشر له حقوق وعليه واجبات، وعدم التجاوز في حقوقه إلى ما ليس له. الأمر الثالث
النظر إلى المحكوم على أنه بشر له حقوق وعليه واجبات، وعدم بخسه من حقوقه ما هو له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.